بهدف الاستفادة من خدمات الإلكترونية التفاعلية يتم تحيينها بشكل آني وفوري، أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية البوابة الإلكترونية المؤسساتية والإخبارية الجديدة. هذه البوابة ستمكن المنخرط المستفيد من الاطلاع على مجموعة من المعطيات من خلال فضاء المنخرط. أولا، البوابة الإلكترونية اللي كانت غادي تعتمدها التعاضدية العامة الآن هي بوابة إلكترونية ستكون تفاعلية، هي اللي غادي تجي محل هذه البوابة اللي كاينة الآن اللي ما كتقدمش بزاف ديال المعطيات اللي كيحتاجها المنخرط ديالنا. كما كتعرفنا المنخرطين ديالنا يتواجدون في جميع أقطار المملكة المغربية، دونك هما موظفين، دونك هما ناس اللي كيمكن لهم يولجوا لهاد لي سيت ديال المعلومات. البوابة الإلكترونية للتعاضدية ستكون مكيفة مع دعائم الجيل الثالث للهاتف النقال والألواح الرقمية. الموقع الجديد يضمن أيضا تفاعلا مع أفضل الشبكات الاجتماعية باللغتين العربية والفرنسية.